الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على التمامين الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، والآن هو يتكلم فصل جده هو الاستنجاء. الألف والسين والتاء تدل على استدعاء الفعل، ومنها الاستسقاء طلب السقيا، والاستنجاء طلب النجو، والنجو هو القطع، نجوت الشجرة إذا قطعتها، والمقصود به هنا قطع النجاسة، المقصود به هنا قطع النجاسة، ويكون ذلك بطريقين، ويكون ذلك بطريقين: إذا كان بالماء يكون استنجاء، وإذا كان بالأحجار وما في حكمها ونحوها كالكاغط الأوراق أو المناديل أو القطع القماش يسمى استجمار. يسمى إيش؟ يسمى استجمار. فهنا سيتكلم هنا عن هذا، عن قطع النجاسة، كيف يكون ذلك. الآن إحنا دخلنا في أبواب الطهارة، بعدين الآن في أبواب الطهارة، ما سبق إنما كان في أبواب أدوات الطهارة، وهو الماء والإناء الذي يوضع فيه الماء. الآن بدأنا الآن في أعمال الطهارة، ما سبق كان أدوات الطهارة وما يتطهر به، اللي هو الماء، وشيء طبيعي أن الماء يوضع في إيش؟ يوضع في آني. ثم بعد ذلك سنتكلم على أعمال الطهارة، ومنها الآن الاستنجاء. يسموه الاستطابة، يسموه قضاء الحاجة، يسموه الاستنجاء، يسموه الاستجمار، على اختلاف أقوال أهل العلم في تبويباتهم في كتب الفقه وكتب الحديث. قال: والاستنجاء واجب. والواجب في اللغة معناه الساقط. أطاعت بنو عمرو أميرا لها، نهاهم عن القتال فكان أول واجب. أطاعت بنو عمرو أميرا لها، دعاهم للقتال فكان أول واجب. يعني بنو عمرو أطاعت الأمير، قال لهم نقاتل، عم ما نبغى نقاتل، قال له حنقاتل، فكان أول واجب، أول واحد راس راحت في القتال. ولذلك فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، فهذا الواجب معناها إيش؟ الساقط. والواجب في قول الاصطلاح عند الأصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا وتاركه معرض للعقوبة. ما يثاب فاعله امتثالا، هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يفعلوا ليس امتثالا عادة فلا يثاب عليها. ما يثاب فاعله امتثالا وتاركه معرض للعقوبة، ممكن تاركه ربنا يعفو عنه، هذا هو القول الجامع المانع إن شاء الله عز وجل. أما القول المشهور على ألسنة الناس ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نقول هذا قول ليس جامعا وليس مانعا، ولابد في التعريف أن تكون جامعة مانعة، كما يقول أبي الهلال العسكري رحمه الله والجرجاني في التعريفات. قال: وغير الملوث. قال والاستنجاء واجب لخارج إلا الريح والطاهر. الواجب لكل خارج، المقصود خارج من السبيلين، المقصود خارج من السبيلين. ويخرج من السبيلين من القبل ماذا يخرج؟ يخرج البول والمذي والودي والمني أو المني والحيض، الدم الحيض والنفاس يتزد المرأة بذلك، ويخرج من الدم نعم، دم الحيض والنفاس ودم الإنسان في المرض، ومن الدبر يخرج الغائط، تخرج الديدان، ويخرج الريح، وتخرج الحصوات، ويخرج الدم في مرض الباسور والناسور، ويخرج القيح، ويخرج الصديد، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. فقال: واجب لكل مخارج من إيش؟ من كل خارج إلا الريح والطاهر. إلا الريح والطاهر، وهذا عند بعض الناس مرضى الوسواس عافانا الله وإياكم، تجده إذا خرج منه الريح يروح يستنجى.
وكم وقف علي أناس مثل هذا، كان يظن إن 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 الريح منها استنجاء، لا استنجاء من الريح إلا إذا كانت قوية وخرج معها شيء نجس، على القاعدة التي تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ويحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. يريد تكتبون القواعد هذه مهمة تعينكم، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا ويحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. إيه معنى يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا؟ يعني يجوز أن تبيع الحمل في البطن تبعا لبيع أمه، لكن ما يجوز أن تبيع الحمل في البطن دون أن تبيع أمه. زي واحد يجي يقول لك والله يا أخي تعرف الفحل هذا سلالة مرة أنها ممتازة، وترى الفحل هذا ضرب هذه العنز، يقول له طيب وحملت، يقول له طيب، يجي له واحد يقول له يا أخي أبغى أشتري الحمل اللي فين في بطنها. وهذا يحدث كثير عفانا الله وإياكم، لأنه ما يبغى يبيع الأم السلالة القوية هذه، يبغى يبيع حمل، نقول هذا لا يجوز. اللي ضربه ما يجوز هنا لأنه فيه الغرر والجهالة، كبيع سمك في ماء أو طير في هواء. هنا اللي يقول لك يحرم تبع اللي هو وليش يجوز تبعا ما يجوز استقلالا. يجوز بيع الحمل تبعا لبيع أمه، ولا يجوز بيعه استقلالا عن أمه. طيب، ومنه أيضا إنسان قال أنا راح أزور النبي يا أخي، أستودعكم الله إن شاء الله بسلم لكم على النبي هناك في المدينة عليه الصلاة والسلام، نقول له ارجع فإن زيارتك بدعية محرمة، لأنه لا يجوز ما تفعله الآن. النبي قال تتخذ قبري وثنا يعبد، فلا يجوز هنا إفرادها، إنما تقول أنا ذاهب لزيارة المسجد والصلاة فيه وأخذ أجر الألف صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح أبي هريرة لا تشد الحل إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، لكن يجوز تبعا بعد ذلك تبعا للزيارة أنك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم على أهل البقيع، تسلم على شهداء أحد، تسلم على الوزيرين الصاحبين رضي الله عنهما، وهكذا. هذه نقطة من الأشياء المهمة، هذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه، هذه قاعدة مهمة. إيش معنى هالكلام؟ مشروعية الشيء في أصله كالدعاء، الدعاء في أصله إيش؟ مشروع ولا لا؟ لكن الدعاء عند القبر ما يجوز. هذه قاعدة مهمة، مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه، عرفتم ولا لا؟ زي مقطع جاء لواحد اسمه عون القدومي، أرسلت له كذا، أبعثت للشباب، عون القدومي هذا دجال كبير من التبالغة، وجمع بين التبليغ والصوفية، فجمع شرا فوق شر. إيش تبغى؟ إيش يجوز مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه. فجلس إن هو هذا يقول إيش القدومي هذا جاء قاعد يقول لك، سألت الشعراوي قلت له أسباب فتحك في تفسير القرآن ما هو؟ يخاد عينه سأل الشعراوي عنده فتح في الشعراوي في شرحه للقرآن 90% منه كلام باطل، ورد عليه مشايخ كثر مثل الشيخ رسلان وغيره من أهل العلم. فالشاهد فالشاهد سلمكم الله، فقال أنا عندي ختمة إلهية وختمة نبوية رسولية وختمة محمدية أحمدية. الختمة الإلهية لما يقول بسم الله فيقول إيش؟ رب العالمين الرحمن الحمد، رب العالمين الرحيم، رب العالمين الحمد لله، رب العالمين مالك يوم الدين، رب العالمين، كل حاجة يقوم يدخل أيوة للقرآن كله. مش زاد هذا، ابتدع هذا، هذا بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك ختمة كمان نبوية رسولية، كل ما مر على ذكر نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، سيدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صلى الله عليه وسلم، سيدي إبراهيم عليه السلام، وختمة نبوية، كل ما مر على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقف عنده، حتى لو قال قد نرى تقلب وجهك في السماء يقول اللهم صل على سيدي وجهي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف؟ شوف، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وإن كان نعم نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في هذا الموطن. فمشروعية الشيء في أصل اللي هو الصلاة على النبي، لكن لا تدل على مشروعيته في وصفه بهذه ليش؟ بهذه الصفة. عشان كده لما الرجل جلس وقال بسم الله والصلاة على رسول الله، بن عمر قال له ألا إني أصلي على رسول الله، لكن ليس في هذا الموطن. النبي علمنا بسم الله، خلاص عرفتم القاعدة دي، قاعدة عظيمة تحفظوها وتنزل تطبيقاتها. مشروعية الشيء في أصله لا تدل على مشروعيته في وصفه. احنا الآن جالسين بنحاول نطلع قواعد كلما قرأنا في هذا لكي يتأصل عندنا هذا العلم. تفضل. قال رحمه الله إلا الريح والطاهر. إلا الريح أيوة، إلا الريح والطاهر، إلا الريح والشيء الذي يخرج من البدن من يكون طاهرا. نعم. وغير الملوث. نعم. عند دخول وسنة عند دخول الخلاء قول بسم الله. أيوة، الآن عند دخول الخلاء، الخلاء اللي هو مكان قضاء الحاجة، وإما أن يكون مكانا محددا أو أن يكون في الخلاء اللي هو المكان الخالي. فلو أنت الآن طيب وجه هنا مسألة، لو أن الآن كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد النجعة، يعني راح بعيد حتى يتوارى عن العيون، طيب متى أقول هذا الدعاء؟ قالوا إذا بدأت ترفع ثيابك ونزلت لتقضي الحاجة. وضحت هذه؟ أما طيب هنا متى أقوله؟ يقول دولو أنت على باب الحمام، أنت على باب إيش؟ الحمام، مكان قضاء الكليف الدخول إيش؟ قضاء الحاجة. وضحت هنا الآن؟ نعم. أيوة. بالنسبة للشيخ هل يخرج يقول غفرانك؟ لا شيخ، إذا نسي الدعاء ودخل، لا خلاص انتهى الأمر. وإن قاله بقلبه على عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل من ذكرني في نفسي، على اعتبارنا من ذكر الله ذكرته في نفسي دون أن يحرك به اللسان. نعم. قال رحمه الله قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيوة، هذا يقال عند الباب عند من أراد قضاء الحاج يقول هذا بسم الله. والباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة، خلاف ما قاله الزغمخشري في تفسيره لما قال الباء هنا للتبرك. ما الفرق بينهما؟ الزغمخشري معتزلي، والمعتزلة يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وينكرون أن الله يخلق أفعال عباده، فلذلك نقول الباء للبركة وليس للاستعانة، على اعتبار أنه هو يخلق فعل نفسه، لكن احنا نقول الباء هنا للاستعانة وتدخل فيها البركة. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني بسم الله أستعينه في قضاء الحاجة. اللهم، اللهم أصلها يا الله، فالعرب تجمع النداء في لغة العرب يسبق لفظ الجلالة نادرا، والصواب أنه إذا قلنا بينهما تصبح اللهم، قل اللهم مالك الملك تؤتي، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. لما قال عبد المطلب اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، إن كنت تاركم قبلتنا فأمر ما بدا، اللهم فانصرنا اليوم على الصليب آلك، لما دخل أبرهة يريد أن يهدم الكعبة كما نقل ابن إسحاق بالسيرة، اللهم إني تكلم عن نفسي أعوذ بك، يعني العوذ هو الالتجاء، يعني ألتجئ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الجن وإناثها. الخبائث جمع خبيثة وهم إناث الجن، والخبث جمع خبيث، ويأتي بسكون الباء الموحدة وبضمها لغتان، تقول الخبث والخبث جمع خبيث، وهو ذكور الجن، يعني يا رب إني ألتجئ إليك وأعوذ بك من أذية ذكور الجن وإناثها، لأنهم يسكنون في هذه الأماكن في الحشوش وفي أماكن قضاء الحاجة وإلى غير ذلك، وكم من أناس يعني تلبس رجالا ونساء في هذا، دخلوا صبت المياه الحارة من غير ما تسمي الله عز وجل فرفعت مصروعة من الخلاء، لأنها صبتها على عائلة من الجن، فقام والدهم بالانتقام والأذية منها. حتى الإنسان لما يأتي يضع ملابسه في البسملة في كل شيء من الأذكار قلما يخلو ذكر من بسم الله. فصل ما بين عورات ابن آدم والجن، كان في الحديث وفيه مقال ويحسن بعضها العلم، إذا وضع الثياب أن يقول بسم الله. من نزل ستر ما بين عورات ابن آدم والجن،
حتى لما يأتي الرجل فإن أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهم بطفل لم يضره الشيطان ولم يؤذيه الشيطان، ولما الإنسان يدخل البيت يقول بسم الله ولجنا ويخرج بسم الله توكلت على الحول ولا قوة إلا بالله، ومن السنن لما تأتي تقفل الباب تقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف ذكر اسم الله عليه. تقفل وتقول بسم الله أنت مقفل باب سيارتك، تقول بسم الله أنت تفتح وأنت وتقفل أي باب أي شباك أي كذا أي شيء قفل وقلت عليه بسم الله ما يجي الشيطان يقدر يفتحه، ما يستطيع أن يفتح بابا ذكر عليه اسم الله عز. فهذا ذكر عظيم ما ينبغي الإنسان أن يتركه. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل، ومن قال حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء، وهكذا لما ترمي حجر قول بسم الله لأنك أنت ممكن ترمي على جن تؤذيه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله. غفرانك فقط ما في بعدها شيء، هي الحديث فقط عند مسلم هكذا. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أي اللهم إني أستغفرك من وقت مضى لم أذكرك فيه. الله، هذا معنى غفرانك، لأنك في الحمام فيه ما بتذكرش الله. اللهم إني أستغفرك من وقت مضى لم أذكرك فيه. وردت أحاديث لكن غير صحيحة: الحمد لله الذي أبعد عن الأذى وعافاني وأذن لي في ذكري إلى غير ذلك، يذكرها بعض أهل العلم في كتب المذهب المختلفة لكنها لا تصح، لكنها لا تصح، ما صح في الباب إلا هذا الحديث وهو غفرانك فقط، قول غفرانك وما عرفنا معناها. نعم. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال. هذه هي احنا قلنا فقط الذي صح هو ايش؟ هو غفرانك. نعم. ايوه. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى. اما بالنسبة هذا على كله على المذهب آداب دخول الخلاء، ولا دليل على تغطية الرأس، وإنما قال من باب الانتعال على اعتبار ماذا؟ أنه ربما يكون في نجاسات فين؟ في مكان القضاء للحاجة، لكن مع ما نحن فيه من الكنف هذا إنها نظيفة، ومكان قضاء الحاجة ما هو إلا في هذه العين، إلا أن يكون يأتي أطفال صغار يبولون إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، فلا بأس إن دخلت وأنت غير منتعل، وأنت غير منتعل لا حرج. لكن هذا الباب ليقطع عندك باب الوسواس، لأن بعض الناس موسوس إذا دخل الحمام هو ما هو لابس نعل يقول لك ويطلع بقى يعمل لك تحقيق في البيت، ترى في حد بال في الأرض، ترى في كذا، طب ريحنا ولبس نعلك وادخل يا خضار. لكن هو على اعتبار هذا كله من باب إيش ما يسمى يعني ما سد، هذا يدخل في سد ذريعة الوسواس وسد الذرائع من الأدلة الأصولية المختلف فيها لكن معمول بها، باب سد إيش؟ لأن الأدلة الأصولية عندنا متفق عليها وعندنا إيش مختلف فيه، وده باب نجعله فينا ما نقرأ في الوصول إن شاء الله. المهم هذا يدخل في باب سد إيش؟ سد الذريعة، ويدخل في القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الواجب اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو عدم إصابتك للنجاسة، فإذا كان لا يتم هذا إلا بلبس النعال فإذا هنا يصبح النعل في هذه الحالة إيش؟ أنه واجب. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا قاعدة سد ذريعة كل باب للوسواس، سد ذريعة كل باب للوسواس. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا. نعم، هذا وردت به الأدلة. نعم. وهم ولذلك قالوا اليمنى تكون في كل أمر فاضل، واليسرى تكون في كل ما دون ذلك، ومنها عموم دليل قول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وكان كما عند عبد الرزاق فيما قال: يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه عليه الصلاة والسلام. نعم. واعتماده عليها جالسا. أيوة، اعتماده عليها جالس، يعني الإنسان عند قضاء الحاجة، هذا لما يكون طبعا في الأماكن التي هي لا يوجد فيها الكراسي التي فيها قضاء الحاجة، فيكون هكذا يجلس
يجلس لقضاء الحاجة هكذا، ويعتمد على يده الإيش؟ يعتمد على رجله، أي يعتمد على رجله، على رجله اليمنى هكذا. قيل هذا أدعى لخروج كل ماذا؟ كل الفضلات، ومن جلس على عليهما جميعا فلا حرج فيه، فلا حرج في ذلك. نعم. واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. يعتمد على اليسرى لما يأتي في قضاء الحاجة، وإنما يأتي في الخروج يخرج برجله إيش؟ اليمنى، مع قولي غفرانك. وعكس في المسجد، المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى. نعم. ونحوهما نحوهما يعني في كل أمر مستقبح يكون فيه إيش؟ اليسرى، سواء كان اليد أو الرجل، وفي كل أمر شريف يكون فيه ماذا؟ اليمنى. نعم. وبعد في فضاء وبعد أحسن الله لي. أيوة، يعني هذا بالنسبة لإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة في أماكن مغلقة. طيب إذا كان يريد أن يقضي الحاجة في مكان فضاء ليس مكانا مغلقا، لأن حتى مرات نكون في الفضاء لكن توجد هذه يعني موجود المدنية، الله يرزقنا شكر نعمته، هذه الحمامات المتنقلة، لكن ممكن يكون تكون في فضاء ما في حمامات متنقلة ولا في شيء، ما في إلا أنك أنت تبعد النجعة. فإذا كنت في فضاء في خلاء ولا توجد هذه الحمامات المغلقة أو وحدات الحمامات المغلقة اليون الدبليو سيز هذه، فإنك أنت تحتاج أنك أنت إيش؟ تفاروي، تبعد إيش؟ النجعة، تروح بعيد حتى لا يراك أحد، حتى يغلب على ظنك أنه لا يراك أحد. نعم. وطلب مكان رخو لبول. رخو. أيوة. كان النبي إذا الإنسان إذا أراد أن يبول ارتاد له مكانا رخوا. قال ولما؟ قال لأن المكان الصلب فإنه يعني في المكان الرخو يأمن رشاش البول أن يرتد عليه، لكن في المكان الصلب فإنه ربما يرتد عليه من رشاش ماذا؟ من رشاش البول، فيتنجس بهذه النجاسة. نعم. ومسح ذكر نعم، ومع المكان الرخو ينتبه ألا يبول في جحر ولا في شق، ينتبه ليه؟ لأن هذه مواطن جن. وقيل أن في بعض أحد الصحابة أنه إيش صرع في ذلك، أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، قيل أنه صرع في صرع في هذا، أنه قضى حاجته فين؟ في جحر، فينتبه لمثل هذا. ويفضل له أيضا الإنسان لما يأتي يقضي الحاجة أن يجلس وألا يقضيه وهو إيش؟ وهو واقف، ألا يقضيه وهو واقف، فالأفضل له أن يجلس حتى يأمن عدم رشاش البول إلى آخره. والنبي فعل ذلك، حتى قال عنه الكفار واليهود إنه يبول كما تبول إيش؟ النساء صلى الله عليه وسلم. نعم. ومسح الذكر باليد اليسرى. أيوة. نعم. إذا انقطع البول. نعم. هذا يسموه السلت، هذا ولا دليل عليه، لكن يكفي الإنسان إذا يعني قطعت النجاسة ليس له بعد ذلك إن هو يعني يسموه السلت هكذا، ما يحتاج لمثل هذا، بل هذا يؤدي للوسواس ويؤدي إلى ضعف هذه هذا العضو إلى غير ذلك. وهناك من عنده السلت وعنده النثر، في شيء اسمه السلت والنثر. النثر يمسك عضوه وإيش وينثره بقوة حتى يتأكد أن كل ما فيه قد خرج، فهذا والسلت هو أنه يسحبه هكذا. في السلت وفي النثر وفي أيضا وأن يقوم ويجلس، وأن يقوم ويجلس حتى يتأكد أنه انقطع كل إيش، أن انقطع كل بعض. والرابعة بعض متحنحن. أيوة. والرابعة أن يصدر صوتا، والخامسة أن يشد حبلا. كل ده في المذهب موجود، وفي المذهب الأخرى أيضا موجود، لأن كل هذا من باب التعنت والتشدد جزاك الله خير، ويفتح بابا لماذا؟ بابا للوسوسة. والله عز وجل قد تعبدنا بغلبة الظن. نعم. من أصله إلى رأسه، من أصل الذكر إلى رأسه، يقعد يسلت هكذا. نعم. ثلاثا، ونتره ثلاثا. سلت ثلاث، وبعدين نثره بعد ذلك إيش؟ نتره ثلاث. وكل هذا لا دليل عليه. نعم. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ويكره أن يدخل الرجل الخلاء بما فيه ذكر الله، ككتب أهل العلم اللي فيها القرآن أو المصحف
أو الخاتم الذي فيه ذكر الله إلا أن يجعله في باطن كفه، إلا أن يجعله في باطن كفه. نعم. لكن إذا كان لا مناص إلا أن يدخل بها خشية الضياع أو خشية التلف أو خشية السرقة، فهنا ندخل في عموم الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدر. لكن الأولى له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ذكر الله إلى هذه الحشوش. نعم. والقرآن يحرم يا شيخ؟ القرآن أيوة نعم يحرم أن يدخل به إلى أماكن الحشوش والخلاء. نعم. إلا إذا خشي عليه تلفا أو سرقة أو ضياعا. نعم. وكلام فيه بلا حاجة. أيوة. إن الله يمقت الرجلين يضربان الخلاء يتحدثان، يعني هذا يمقت الله على هذا الفعل، لأن هذه أماكن يعني حضور الشياطين، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم فيها أو أن يتحدث فيها إلا للضرورة والحاجة، إلا للضرورة والحاجة. وللأسف كانت الأفلام والمسلسلات قديما التي تبث هنا وهناك يجيبوا لك وقاعد يغني في الحمام يقرأ جضايل، أيوة، والآخر يقرأ الجريدة في داخل إيش الحمام. كلها كانت أشياء الغرض منها هو تغيير عقائد الناس. وهذا الكلام أنا بتكلم على أفلام ومسلسلات من الستينيات القرن الماضي الأفرنجي، يعني قبل 50-60 سنة، أفلام من العندليب الأسود وأمثالها عفان الله وإياكم، جايبين وقاعد يغني في الحمام أهواك وأتمنى لو أنساك، انسى ولا انقلع في كلام إلى غير ذلك. نعم. فتغيرت بعضهم يحط لايكات أي، فتغيرت فهم تغيرت فهم الناس، تغيرت فهم الناس، ولا قاعد إن هو الآن في الصعاليك وسائل التواصل كما يقول عنهم مشايخنا يبدأ أنه يسوي لك بث من داخل الحمام. نعم. وآخر يسوي مقالب مع أولاده وبناته من داخل الحمام أبهم مع أبوه، حتى جايب إحدى بناته تبول على بقية إخوانه إلى غير ذلك. فهذا الإنسان يعني إذا تحلل من الآداب الشرعية أصبح أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. أيوة. ورفع هذا اللي احنا قلنا عليه، أن الإنسان يعني ما يرفع كل من باب ماذا؟ كل من باب الاحتراز، من كل من باب ظهور العورة في غير حاجة. فيقول لك أنك أنت لما تأتي الآن تقضي حاجة خلاص، يعني لا تيجي ترفع الثوب قبل ما تنزل، لا، دنو من الأرض، لما تأتي تبنو من الأرض ابدأ إيش ارفع إيش، أيوة ارفع ثوبك. كل هذا من باب كل الضرورة تقدر بقدرة. فكلام العلماء وكلام أهل العلم عليه النور والبركة، لما في لا حاجة لي أن أظهر عورتي من غير ضرورة. هذا إذا كان في قضايا الحاجة، فما بال المرأة اللي هي تخرج وتظهر عورتها أمام الناس صلى الله عليه وسلم، وما بال الشباب الذين يظهرون عوراتهم، أو الأمر اللي هو في خلاف كمسألة الفخذ على قول من قال به أنها عورة وقول من قال أنها ليست بيش بعورة، وكما قال أهل العلم. وبالنسبة لأحاديث ستر العورة أحوط، وبالنسبة لكشفها أسند، والقاعدة تقول والأخذ بالاحتياط في العبادة عبادة، والأخذ بالاحتياط في العبادة عبادة، والأخذ بالاحتياط في العبادة عبادة. وهذا في قضايا الحاجة يقول لك لا ترفع إلا إذا بدأت دنوت من إيش؟ دنوته من الأرض. وهذا كله يدللك على عظيم هذا الدين الذي أتى بستر العورات، وهذا يدخل كله في القاعدة الكلية التي في يدخل في إحدى الضرورات الخمس، وهي حفظ العرض، حفظ العرض. نعم. قال وبول في شق ونحوه، بجعلها بالكسر، وبول في شق وبول في شق، ذكرنا آنفا أنه يكره هذا أن يبول في شق، لأن هذا هي مساكن الجن، وأيضا يرتد الرشاش. نعم. ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة يكره له ذلك، يكره له ذلك. وكان يروى عن بعض السلف يقول ما مسست فرجي بيميني مذ بايعت رسول الله، يحكى عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
واستقبال النيرين. أيوة، اللي هو الشمس والقمر، لا دليل عليهم. إذا استقبلتهما أو استدبرتهما في بول أو غائط فلا حرج، لأنه ما في دليل عليه. لكن المذهب هنا يعني جعل ذلك مكروه، من مكروهات قضاء الحاجة أن تستقبل النيرين وهما الشمس والقمر. نعم. وحرم استقبال قبلة. أيوة، هذا عليه الدليل لورود النهي، والأصل القاعدة أكتب هذا، الأصل في النهي التحريم حتى يدل الدليل والقرينة على الكراهة، والأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل والقرينة على الاستحباب. فلما قال الأصل في النهي التحريم حتى تدل الدليل والقرينة على الكراهة، مثاله نهى رسول الله عن الشرب واقفا لكنه شرب إيش؟ واقفا، وفعله علي وغير واحد من الصحابة، فدل على الكراهة الشديدة في هذا الباب. والأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل والقرينة على الاستحباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهنا القرينة كلمة لولا حرف امتناع لوجود، فأصبح السواك من واجب إلى مستحب، إلى مستحب. فهنا الدليل واضح، لا تستقبلوا، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. وضحت هذه الآن؟ ولكن شرقوا وغربوا. فهنا على المذهب يحرم استقبال أو ليش القبلة بالبول أو الغائط، لا ناهية. ولذلك أتى الفعل تستقبلوا مجزوم وعلامة جزم حذف النون من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. طيب، من حديث ابن عمر في الصحيح أنه رقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام، مستدبرا بيت، مستقبلا الشام، الكعبة، مستدبرا بيت المقدس. فالأصل هنا فيما ظاهره التعارض أن يجمع بين وأن يوفق بين إيش؟ أن يوفق بين الأدلة. وعلى ذلك في التوفيق بين الأدلة فنقول هذا في البنيان وهذا فين؟ وهذا في الخلاء. يكون الكرسي وهذا على القبلة. الأصل أنه هنا رأى التحريم مطلقا، المذهب يرى في هنا الأخذ يرى التحريم مطلقا. اقرأ. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. وضحت الآن؟ فهنا الآن يرى أن الأحناف يرونها مطلقا لا في بنيان ولا في غير بنيان. الحنابلة هنا يرون أنه في البنيان عملا بالحديث الذي ذكرته آنفا في حديث ابن عمر في لما رق على بيت حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فقالوا في البنيان لا يحرم، لكن في الخلاء يحرم أن تستقبل أو تستدبر القبلة. والأولى أن الإنسان لا يجعل لا في البنيان ولا في غير البنيان مكان قضاء الحاجة، لا في استقبال القبلة ولا في استدبارها. لما قال شرقوا أو غربوا، لأن النبي كان في المدينة والقبلة في المدينة جهة إيش؟ لا، فضيلة في جهة الجنوب، القبلة في المدينة جهة الجنوب، لأن الكعبة جنوب المدينة، صح ولا لا؟ كعبة، عشان كده قال شرقوا أو إيش؟ غربوا. طب لما جاء الحديث هذا أخذه على جدة، إيش أقول؟ أقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا بولا غاب، ولكن شملوا أو شملوا أو جنبوا، يعني خليك من الشمال يا إيش؟ يا الجنوب. وضحت النبي، عشان كده أقول لك يا أخي شرق وغرب، كيف نقول لي أخذ النبي قاله فين؟ المدينة. قاله في المدينة عليه الصلاة والسلام، لأن القبلة في جنوب الجغرافي، في الجنوب الجغرافي، فيكون الشرق والغرب هو الاتجاه. يعني لا تستقبل، لا تقضي الحاجة لا في الشمال، وجهك للشمال فيكون ظهرك إلى القبلة، ولا وجهك إلى الجنوب فتكون مستقبلا إيش؟ القبلة. وفي الشمال تكون مستدبرا للقبلة. وضحت الآن؟ شيخنا اللي واحد الحين في الصحراء ما يدري وين القبلة وين ذا، وكيف الإنسان الذي كان في الصحراء جزاك الله خير، هذا الأصل فيه أن يتحرى، الأصل أن يبذل الإنسان طاقته وجهده في الأمر، يتحرى. فإذا الإنسان تحرى يدخل في الآخر قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص يعني اتق الله ما استطاع، ولم يتمكن فلا حرج عليه ما حدث منه. ودليل ذلك لما الصحابة كانوا عمار وغيره لما صلى فهذا وخط خطوطه،
فلما أصبحوا في ناس صارت للقبلة وصارت غير القبلة لما غدوا على النبي قال كلكم أجزأتكم، لأنهم بذلوا الوسع والطاقة. لكن ما ينبغي إنسان أن يكون في كورة عامرة من الناس ثم أنه يتساهل في هذا الأمر. لكن عاد في الصحراء ما عنده لا عنده الجوجل إيرث، هذا اللي هو ما يسمى اللي هو الخرائط هذه أو الجوجل ماب، ولا عنده أحد يسأله إلى غير ذلك، ولا يفهم في حركات الشمس كيف تكون لكي يعرف اتجاه ماذا، اتجاه القبلة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. ففي الحالة هذه فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليه إن شاء الله. فلا حرج. في شيخنا الله يحسن عليكم في بعض البرامج ما باسم المصلي وكذا فتقول لك القبلة كذا، ما احنا خلاص ايوه يعتمد على نسبة الانحراف فيها قليلة جدا، والنبي قال بينهما قبلة. يعني الآن احنا القبلة عندنا في اتجاه الشرق، ايوه، فانت ما بين اللي هو الجنوب الشرقي والشمال الشرقي هذه كلها ايش؟ قبلة. لذلك شيخ الشيخ محمود المختار كان يقول وما كان الناس قديما يعرفون ما تفعلونه أنتم الآن، أنك تجيب البوصلة وتحدد وتشق على الناس، بينهما قبلة. فنسبة الانحراف بتكون نسبة إيش؟ قليلة وبسيطة إن شاء الله عز وجل لا تضر. نعم. وحرم استقبال قبلة واستدبارها وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك. نعم، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يتخلى الرجل في طريق الناس، وقال اتقوا الملاعن الثلاث، دلالة أن هذا الأفعال من الكبيرة، التخلي في مياههم وفي ظلهم وفي طرقاتهم، هذه الأشياء الثلاثة متنية عنها. وهذا يدخل كله في الميديكال بروتكشن أو ما يسمى بالطب الوقائي، لأن اللي من يتخلى في مياه الناس هذه يجي مرض البلهارسيا. مرض البلهارسيا فين ينتقل؟ جاء فلان وعلان ويقعد قضى حاجتهم فين؟ في مياه الناس. جاء أخونا في الله زرع فخرجت دودة البلهارسيا في الطعام. جاء أخونا في الله غسل الملابس فخرجت دودة البلهارسيا فين؟ في الملابس. جاء أخونا في الله يعوم ويسبح فخرجت دودة البلهارسيا ودخلت فين؟ في جسده. وتدخل تدخل تدخل تعيش فين؟ تعيش فين؟ في الكبد، تدمر كبد الإنسان، يوصل عمره 40 46 47 يغادر الدنيا، يغادر إيش؟ يغادر الدنيا. فهذا هو الطب الوقائي اللي احنا بنحكي عنه. أما في ظل الناس فيفسد عليهم زروعهم وثمارهم وأماكن جلوسهم، فلن تجد دينا بعظمة هذا الدين. نعم. وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصدا، وسن استجمار ثم استنجاء بماء. هذا بيقول لك يعني إيش؟ على اعتبار الحديث الذي فيه ما قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب إيش؟ المطهرين. قال ماذا كنتم تفعلون يا أهل قباء أو قباء؟ قالوا كنا نتبع الماء الحجارة. ولذلك الأكمل في الطهارة، أعد هذا الجزء لكي نرى عن الكمال والإجزاء. أيوة. وسن استجمار ثم استنجاء بماء. أيوة. الكمال أن تبدأ بالاستجمار، يعني باستخدام الأحجار وما ونحوها كالكاغط، أوراق المناديل، الخرق، ثم بعد ذلك ثلاثا أقلها، طبعا ثلاثا خمسا سبعا وترا، ثم بعد ذلك تتبع الماء، هذا الأكمل. ويجزئ أحدهما، يا إما استجمار وحده أو استنجاء وحده. فضحت هذه؟ الكمال استجمار فاستنجاء، والمجزئ أحدهما، استجمار وحده أو استنجاء وحده. نعم. ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ.
لكن الماء أفضل حينئذ على اعتبار أن الماء يقطع إيش؟ يقطع مكان النجاسة، يقطع مكان النجاسة وينظفها تنظيفا جيدا. نعم. ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح. بعدين بعد ما تكلم على الاستنجاء والاستجمار يبدأ يتكلم على الآلة التي يستنجى ويستجمر بها، ما هي صفاتها؟ أول شيء قال إيش؟ بطاهر. أول شيء كن طاهر، لا يجوز، ودليل ذلك أن النبي لما جاءه ابن مسعود بروثة فرماها أو بعظمة فقال هذا ركس أو هذا رجس، فرماها، أتاه بحجرين وروثة أو بحجرين وعظم. الروثة تعرفون هذه بقايا مخلفات البهائم، والعظم إما من البآدمين أو من البهائم، فكل هذا لا يجوز، كل هذا نجس، قال هذا ركس. فأول شيء أن يكون الاستجمار وهو استخدام الأحجار أن تكون العدد وترا أقله ثلاثا، واحد لا يجزئ، فلو أتى بحجر كبير له ثلاثة له ثلاثة أسنان وجعل بكل سن جاز، وضحت الآن هذه؟ فهنا هذه لابد أن يكون طاهرا وألا يكون نجسا. نعم. يابس منقن، أيوة يابس حتى لا يتفتت، ومنقن حتى لا يمس. كان في الأخوة عندكم سؤال؟ كان فيه منقن وحرم، أيوة، أن يكون أولا أن يكون جافا، وأن يكون منقن أيضا، وأن لا يتفتت حتى لا تنتشر النجاسة في الموضع وزيادة عليه. نعم. وحرم بروث وعظم، الآية وروي الدليل كما ذكرنا آنفا. نعم، لأنه هذا من النجاسات. نعم. وطعام، أيوة، وطعام، يعني وهذا من باب تنزيه النعمة، وإن يستأذن ربكم من أن شكرتم لا أزيدنكم الطعام، ما جعل لمثل هذه الأشياء. حتى قال بعض العلم ينفع نقول لك خلطة زبادي بالخيار عشان تجفيف البشرة والكذا وإلى غير ذلك، نقول هذا من إهانة الطعام. وأنتم رأيتم في أسبانيا كيف كان يفعلون بالطماطم، فلما نزلت بهم المجاعة في كورونا كيف عندهم عيد يسموه عيد الطماطم، يجيبون تريلات مليانة أطنان من الطماطم يضربون بها بعضا ويدسونها بأقدامهم. فالنعم هذه إنما تشكر ولا تكفر. نعم. وذي حرمة، أيوة، وذي حرمة ككتب أهل العلم اللي فيها القرآن والسنة أو ورق المصاحف إلى غير ذلك. ولذلك السحرة ماذا يفعلون ليحضروا الجن فيكفروا بالرحمن تبارك وتعالى؟ ماذا يفعلون؟ يتطهرون ب لا، أنهم أول شيء أنهم يتطهرون بهذه الأشياء كاللبن والطعام ومثل هذه الأشياء، وأيضا يدخلون إلى الخلاء بالمصحف في أقدامهم ويمسحون به بعد أن يقضوا حاجتهم وينجسونه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومتصل بحيوان، أيوة، أيضا ما يصح أنك أنت مثلا يعني سبحان الله كذيل الحيوان أو كذا تزيل به النجاسة. نعم. وشرط له عدم تعدي وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، أيوة، عدم التعدي خارج موضع العادة اللي هي البول من القبل والبراز من الدبر. نعم. أيوة. وثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم، وهذه هي الوتر، يعني هذه الوتر، أيوة، هذا هو الوتر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخذ دعوة الحمد لله رب العالمين.